مراكضة وشغل ومراكضة وتعب، والواحد ما عنده طاقة يعمل أي إشي. حسيتوا بهذا الشعور من قبل؟ أنا روزانا، وهاي كانت حياتي بـ 2019، والضغط والشغل وصلني لمرحلة يصيبني نوبات قلق. وقتها كنت حاسة من جوا إنه بس عم بنفجر. بلحظتها كنت عم بتعلم أداة من أدوات الشفاء الذاتي، وبأربع أسابيع فقط شفيت تماما. صرت أدور وأتعلم أكتر لأتعلم شو الشفاء الذاتي وكيف ممكن أعالج المشاكل من الجذور. وقتها دليت على أدوات وصارت مهمة هومينج بيرد يعلمهم لكل شخص بمر بطريقهم ليتعلموا يعيشوا حياة بسعادة وامتنان ورضا. هاي الأدوات هي التأمل والتنفس، الكتابة والامتنان. إذا بتآمنوا أن السعادة والحياة برضا حق لكل شخص ولازم أنه يتشافى ويمر بهاي الرحلة، صوتوا لنا بسيا وخلي أثرنا يوصل لأكبر عدد. Thank you.